بس مرحبا يا عبد القادر. حياك الله عبد القادر. شوف استاذ عبد القادر هنا عندنا ما فيك موم. صباحكم الله بالخير. واضح خير بسلامة. شو اخبارك؟ خلاص احنا الحين زي اهل الرياض جهه واحده. اياك اهل الشمال جهه واحده، اهل الرياض جهتين. شو اخبارك؟ تعال اوريك اهل الشمال شو يسوون كذا. ونعم علي. شو اخبارك؟ هذا من ربعنا. هلا. شو اخبارك؟ وش الشنطه دي يا عبد القادر؟ والله ان شاء الله انا بطلع 24 ساعه. ها. عندي بعض الامور وعندي يعني اشياء لازم اطلع اسويها. لازم تطلع انت. ها؟ احنا من زمان قلنا لازم تطلع. لا والله انا عندي اشياء مهمه لازم اسويها برا وجات الفرصه المناسبه. انت ايش تبون بالضبط؟ من اللي طلع شو هذا؟ وجهه نظرك ترى خروجك. لا سمحت. لا لا انا اوكل عليك هاني. لا لا وجهه نظرك. عاد انت 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 ما حد يقدر يوكل عندك، ما شاء الله ابوك محامي كبير معروف. جعلك تسلم. الله يحييك يا عبد القادر. وحلونا ترى وجهه نظر. الموضوع ودي وحدي نهائيا. يوم واحد احنا بنحرك 24 ساعه تجي. لا اله الا الله. عبد القادر الخروج 500 ريال رصيديه. 24 ساعة الذي لازم تكون موجود بكرة في كلام اليوم. أذكر الله ما شاء الله. عبد القادر بكرة تكون موجود في كلام اليوم إن شاء الله. إن شاء الله ما أجي بكرة إلا وأنا جايب الأوسكار بإذن الله. موفق خير يا عبد القادر، وإن شاء الله هالخروج يفيد لك ويضيف لك، وتعرف قديش في جمهور كبير لعبد القادر برا يستحق أنك تحترق عشانه وتقدم له. جعلنا فداهم كلهم. شكرا لك. شكرا لكم. التوفيق لك. شكرا. طلبنا احنا فيصل بن شافي، وطلبنا ايضا سلطان السهلي وطلبنا ايضا بن جخير. جميل. لكن عندنا موضوع طارئ